رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: شدد مجلس الوزراء على ما عبر عنه البيان المشترك الثاني للدول الداعية لمكافحة الإرهاب من تأكيد على التمسك بالمبادئ الستة التي تم الإعلان عنها في اجتماع القاهرة وأهمية استجابة قطر للمطالب 13 لتعزيز مواجهة الإرهاب والتطرف وما أبدته الدول الأربع من استعداد للحوار والتباحث حول آلية تنفيذ تلك المطالب المذكورة. وقد جاء ذلك خلال استعراض المجلس للتقرير المرفوع من معالي وزير الخارجية بخصوص ما انتهى إليه الاجتماع المشترك الثاني لوزراء خارجية مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الذي عقد في المنامة مؤخرا. بعدها أعرب مجلس الوزراء عن إشادته وبالغ تقديره للمساعي الحثيثة والجهود الجليلة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي أثمرت عن إلغاء القيود المفروضة على المصلين بالمسجد الأقصى المبارك وهما يعكس حرصه على رعاية المقدسات الإسلامية وما يجسد المكانة العالمية لخادم الحرمين الشريفين في قيادة الأمة الإسلامية ويعكس التقدير الدولية الواسع للمملكة العربية السعودية ولدورها في خدمة الإسلام والمسلمين وفي الدفاع عن قضايا الأمة وحماية مقدساتها. بعد ذلك أدان مجلس الوزراء بشدة محاولة استهداف الميليشيات الحوثية مكة المكرمة بالصواريخ مستنكرا المجلس هذا الاعتداء الغاشم الذي تجاوز حرمة المكان وما يمثله من استفزاز لمشاعر المسلمين وما يشكله من تعد على كل الحدود الدينية والإنسانية ووصفه المجلس بأنه عمل إجرامي دنيء ومحاولة يائسة وفاشلة للتأثير على موسم الحج الذي تنظمه بفضل من الله وتوفيقه المملكة العربية السعودية الشقيقة باقتدار ونجاح مشهود. وحرصا على توفير كافة الخدمات أمام المواطنين وضمان كفايتها وجودتها فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمتابعة احتياجات سترة والنبي صالح من المرافق والخدمات البلدية والاحتياجات الصحية والإسكانية والتعليمية والشبابية ووجه الوزراء المعنيين بهذه الخدمات إلى زيارة سترة ميدانيا لتفقد هذه الاحتياجات والوقوف عليها عن كثب. بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات التالية: أولا، بارك مجلس الوزراء إطلاق مشروع تطوير الخدمات الحكومية والبدء بالمرحلة الأولى منه والمشتملة على 14 خدمة حكومية مطورة بناء على المذكرة المرفوعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث جرى وضع هذه الخدمات الحكومية المطورة بتكليف من اللجنة التنسيقية لعدد من الجهات المعنية لتحسين جودتها وزيادة تنافسيتها وتعزيز العدالة والشفافية والكفاءة التي في تقديمها بما يتناسب مع تطلعات المواطن والمقيم. وسوف يسهم هذا التطوير للخدمات أعلى في تقليص الفترة الزمنية لإنجازها بنسبة 75% وتقليل كلفتها وتعزيز استدامتها. تتصل هذه الخدمة المطورة في المرحلة الأولى من المشروع بعدد من القطاعات الحكومية منها وزارة الداخلية ووزارة الصحة وهيئة الكهرباء والماء وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. ثانيا، قرر مجلس الوزراء إضافة 9 أفراد و9 كيانات إرهابية تضمنها البيان المشترك الصادر من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية إلى القائمة المعتمدة سابقا من مجلس الوزراء للأفراد والتنظيمات الإرهابية المدرجة لدى مملكة البحرين، وذلك في ضوء مذكرة معالي وزير الداخلية في هذا الخصوص ليضاف إلى قائمة الإرهاب المذكور أعلى ما يلي: أولا، الأفراد: خالد سعيد فضل راشد البوعيني قطري، شجر جمعة خميس الشهواني قطري، صالح أحمد الغانم قطري، حامد حمد حامد العلي كويتي، عبد الله محمد علي اليزيدي يمني، أحمد علي أحمد برعود يمني، محمد بكر الدبأ يمني، الساعدي عبد الله إبراهيم بخزيم ليبي، أحمد عبد الجليل حسناوي ليبي. ثانيا، الكيانات: مؤسسة البلاغ الخيرية اليمن، جمعية الإحسان الخيرية اليمن، مؤسسة الرحمة الخيرية اليمن، مجلس الشورى ثوار بني غازي ليبيا، مركز السرايا للإعلام ليبيا، وكالة بشرى الإخبارية ليبيا، كتيبة رافالله الصحاتي ليبيا، قناة نبأ
ليبيا مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام ليبيا. ثالثا، وافق مجلس الوزراء على استحداث نشاط جديد ضمن لائحة تراخيص أنشطة النقل العام تحت مسمى خدمات تطبيقات النقل العام الذكية. ووفقا لهذا الترخيص يسمح للشركات والأفراد المرخص لهم بمزاولة نشاط سيارات الأجرة والأجرة تحت الطلب بأن يعملوا مع الشركات التي تستخدم تطبيقات الهواتف الذكية في أنشطة النقل العام. كما وافق المجلس على مشروع قرار يصدر عن سعادة وزير المواصلات والاتصالات بخصوص هذا الترخيص، وفي ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة. رابعا، تابع مجلس الوزراء تفعيل الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المبرمة بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية. ووافق مجلس الوزراء على ما تم تنفيذه منها خلال استعراضه للتقرير النصف سنوي لعام 2017 والذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الخارجية، حيث قرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. خامسا، وافق مجلس الوزراء على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال البيئة بين المجلس الأعلى للبيئة والجهات المعنية بالولايات المتحدة الأمريكية للأعوام 2017 حتى 2021. ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرة على حماية البيئة والتنمية المستدامة في ظل العلاقات التجارية الناشئة في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية. سادسا، طلع المجلس من خلال المذكرة المرفوعة من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على عرض إحصائي للقرارات والتوصيات الصادرة عن المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة خلال دور الانعقاد الثالث من الدولة البلدية الرابعة ونوعيتها وما تم التنفيذ منها. وقد شمل العرض أيضا المبادرات البلدية التي قدمت خلال الدور المذكور أعلى. سابعا، حال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون باستبدال المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العام المعد في ضوء الاقتراح بقانون والمقدم من مجلس النواب مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة بخصوصه. ثامنا، بحث مجلس الوزراء عددا من الاقتراحات برغبة والمقدمة من مجلس النواب تتعلق بتثبيت الموظفين البحرينيين العاملين بعقود مؤقتة ومتحف تراثي بالمحرق ودعم الشعب الروهينجي. وقد وافق المجلس على ردود الحكومة على هذه الرغبات في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.